هذا يسأل عن حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. رواه البخاري. يسأل عن شرح الحديث يا شيخ. هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله في الرقية وفي العلاج، وهذا من العلاج في البيئة، لأن بيئة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه مثلنا الآن علاجات. صحيح. وصيدليات ومستشفيات، يعني نعم كثيرة لا تحصى. نعم. ما كان عندهم إلا هذا. ولهذا لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت فاطمة أن توقف دمه، ماذا استعملت الرماد، أحرقت لها حاجة وأخذت رماده وقفلت به الجرح الذي كان يصب دم من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من العلاج من البيئة، يضع في طرف أصبع الصبابة، السبابة هذه اللي تشير، يضع لها شيء من الريق ثم يضعه في التراب، ثم يمسح به المرض محل المرض ويقول هذا الدعاء: بسم الله. شوف أول شيء بسم الله ترب، هذه أول جملة. نعم. ثانيا تربة أرضنا، الأرض يعني العلاج من الأرض. نعم. والإنسان من الأرض، الله يقول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يقول: والله أنبتكم من الأرض نباتا. هذا شيء يعني ينبغي أن نفطنه. أنت الآن هذه اللحوم اللي فيك وين جئت منه؟ من الأرض. من الأرض. نعم. عناصر التربة. نعم. عناصر التربة يتغذى فيها النبات ويتغذى منها الحيوان اللي نأكل لحمه، وحنا أصلا منها، من العناصر التربة. نعم. فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرقية: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، بريق بعضنا اللي هو وضع الراقي الذي وضعه، يشفى بها سقيمنا، يعني سبب في الشفاء، لكن متى؟ بإذن ربنا. بإذن، وهم يطلبون الإذن من الله تعالى بالشفاء. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، يعني حديث صحيح، وهذا علاج من البيئة إذا لم يجد الإنسان. لكن الآن لو فيه واحد من الناس الآن جاي يسألنا يقول: الآن أنا انجرحت، فهل الأفضل أني آخذ أروح للمستشفى ويسووا لي تعقيم بالمعقمات وينظفون الجرح كذا، ولا أخذ التراب أروح للمستشفى؟ راح للمستشفى. صح. هذه نعمة أنعم الله تعالى بها علينا، لأن يعني ما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما في علاجات. نعم. وكان هذا العلاج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم علاج مناسب للبيئة في ذلك الوقت.